الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ نعم. عامل ايه يا شيخ؟ انا سمعت لحضرتك خطبه في حلوان وخطبه في الدبير. مش فاكرك انا عيطت. نعم. سمعت حضرتك خطبه في الدبير وخطبه في حلوان. انا خلي سميت اسم ابني على اسمك، انا بحبك جدا. بارك الله فيك، الله يحفظك ويسلمك. والله سميته على اسمك، اقسم لك بالله انا بحبك جدا. بحبك الله الذي احببتنا له. ادعي له انه يطلع. اسال الله ان يصلحه ويصلح ابنائه وبنات المسلمين. اقسم لك بالله انا بحبك جدا قوي. بارك الله فيك، الله يجمعنا واياك على الطاعه والخير دائما. امين يا رب، ربنا يديك في الفردوس ويطول العمر يا رب. واياكم. يقول: ما حكم عمل المراه؟ النظر الى الملابسات المحيطه بالعمل والى طبيعه العمل نفسه. فان كانت تعمل اعمالا حلالا لا باس، اما ان كانت تعمل في الربا وتعمل في صناعه خمر مثلا فكلها اعمال محرمه. وكذلك الملابسات المحيطه بالعمل، هل تعمل عملا في اختلاط او في خلوه برجل او سكرتيره مثلا؟ الاعمال القبيحه للمراه السكرتيره، لان النبي قال: لا يخلوان رجل بامراه فان ثالثهما الشيطان. فالمدير الذي يخلو بسكرتيرته، عمل السكرتيرة حينئذ كسكرتيرة تخلو بالرجال عمله محرم، لكونها تغلق الباب عليها مع الرجل الفحل. والنبي يقول: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان.